أساليب الحرس الثوري الملتوية في تضليل الرقابة الدولية في البحار المطلة على اليمن كانت متنوعة، لعل أبرزها إطفاء أجهزة الملاحة الخاصة بالسفن وهي في عرض البحر لتصبح غير مرئية بالنسبة لأجهزة رصد الملاحة العالمية، فيتمكن فيلق القدس خلال مدة إطفاء أجهزة التعقب بإيصال الحمولة المحظورة من الأسلحة إلى أي منطقة. هذا ما يحمل القائمين أو يحملهم القائمين على السفن يحملهم مسؤولية قانونية إذا ما تم كشف التحركات التي حدثت. يعني الآن السفينة تكون ملتزمة برحلة مثلا توصل المكلة بتاريخ كذا، تاريخ مثلا 8/8 في خلال هذه اللحظة فقدنا الاتصال من كابتن الباخرة، أغلق لقى سويتش أوف للأجهزة حقه وكل حاجة. بعدين تم إعادة فتح الجهاز. طبعا في دفتر موجود في الباخرة اسمه اللوج بوك، هذا اللوج بوك يحدد الستيتمنت حركة الباخرة من مغادرتها إلى مين الوصول. ممكن تخرج لجنة من الباخرة، من الوكيل الباخرة، من ملاك الباخرة، من المينا، من الشؤون البحرية، يلقي فحص على اللوك بوك اللي موجود، هذا الكتاب اللي موجود، يحدد حركة السفينة.